السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايش يا كبير؟ ساك حلقة. امبارح ياد حكيت بعت عبيد عشان يحكي مع ابوي بالنيابة عني، وهسه هو رن علي عشان اروح واشوفه بالكراج. شو صار معك؟ شو حكيت مع ابوي؟ حكيت مع ابوي. وشو؟ انت عارف يعني لو وين ابوي كابسه مع بتضايق لله. لازم تروح تقول له انا نهيت مع بريتني. لا اذا بتيجي بتقول له انا بدي اكمل مع بريتني بتوقعك على السريع. هذا يعني كان نهايه الحكي. بس أبوي هددني إذا أنا إذا تجوزت بريتني. هو عمل هيك لأنه هو خايف على باقي العيلة، وفي عنده عيلة بده يحميها. أنا من عيلة محافظة كثير، فإذا حسوا أنه ممكن أجيب لهم العار فهم مستعدين يا إما يتبروا مني أو يخلصوا مني في أي طريقة. خليني بس أفكر شو بدي أعمل، بلكن قدرت اني اغير فكره. تغير فكره ليش؟ طب انت يعني ليش لحد الان مثلا من لسه زي اللي متعلق في بريتني؟ لانه شايف شو بريتني بتعمل. ولا انت خلص بدكش تشوف، بدكش تصحى. حكيت لها قصه الانستغرام، صورك هين بتنزل لحد الان بتنزل يا اخوي صور. يعني انت بتقبل الموضوع هذا؟ لا طبعا. طب كيف بدك تستقبلها ولسه في؟ انا بديش اظلمها. برضه بكره لما بدها تسلم وتمشي معي برضه هتخسر شغلها، هتخسر ممكن اصحاب لإلها، حتضلها قاعد عندي هون في الاردن. برضه ثاني راح تخسر شغلات كبيره. طب يعني هسه لما اتفق انا وياها واورجيها انه انا قديش ضحيت ولازم انت تضحي نفس التضحية اللي أنا ضحيتها. تعمل ديليت لحياتها السابقة. زي ما أنا عملت ديليت ونبلش أنا وياها حياة جديدة. يا زن أنا بقول لك أبوي اتركها، لأنك والله ما شفت وجه أبوي امبارح كيف كان.